الخير. أتمنى إنك تكون سامعيني كويس، ولو في أي مشكلة في الصوت يا ريت تقولي لي على طول. إحنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ Residential Design Process، اتفقنا إن إحنا هيبقى عندنا سيشن تانية هنتكلم فيها على الـ Commercial Design Process. النهارده الحقيقه كنت عامل حسابي ان احنا هنشتغل على كيس ستادي لبروجكت واحد، بس عشان الكوميرشال ديزاين في فاريشنز كتير واكتيفيتيز كتير، فانا خدت ثلاثه كيس ستادي لبروجكتس اوريدي عندنا في الاستوديو، هنبدا نتكلم عليهم مع بعض. خلوني كده سريعا اقول لكم حاجه مهمه جدا في الفرق ما بين ديزاين ريزيدنشال والكوميرشال. الديزاينز الكوميرشال انت مش مجرد ديزاينر بتقوم بتصميم مشروع، انت المفروض انك جزء من المشروع ده وجزء من نجاحه، سواء كان الكوميرشال بروجكت ده حاجه خاصه بالريتيل او بالمطاعم او اي نوع من انواع الاكتيفيتيز يعني اللي ليها علاقه بالكوميرشال. فانت جزء اساسي من البروجكت. عشان كده التحليل اللي احنا هنبدا نحلله دلوقتي الكوميرشال ديزاين بروسيس ده، من وجهة نظري شايف انه ده اللي المفروض يحصل علشان المشروع يطلع مشروع ناجح ومجروح صح. طيب خلونا نبدأ كده. بنبدأ الأول ان احنا نبدأ نسمع من الكلاينت بتاعنا الفيجن بتاعته عن المشروع، هو شايف المشروع بتاعه ازاي؟ الفيجن بتاعته عن المشروع ده عامله ازاي؟ من وجهه نظرنا الفيجن دي بتتقسم لاربع ديفيجنز. الديفيجن الاولاني نوع البيزنس الكوميرشال ده، والبيزنس فيجن كريتيل كاوبريشن، والسيجمنتيشن بتاع المشروع، والايدنتيتي فيجن هو شايف المشروع ده تصميميا من وجهه نظره عامل ازاي او نفسه يحقق فيه. تعالوا ناخد الحاجات دي سريعا علشان نتنقل، لانه عندنا معلومات كتير في الموضوع ده محتاجين نقول. طيب البيزنس تايب هو نوع المشروع سواء كان ريتيل او كوميرشال. والريتيل والكوميرشال هم حاجات كتير قوي، ممكن يبقى فاشن ستور، ممكن يبقى كوزماتكس، ممكن يبقى صيدليه، ممكن يبقى مكان ريتيل شوب بيبيع كوفي مثلا، كوفي قصدي بينز يعني، مطاعم، كافيهات، فاست فود بروجكتس، بيكري، ديزرت ستورز. فالريتيل والكوميرشال الاكتيفيتي ده حاجه مهمه جدا. الكلاينت اللي جاي لي ده عايز ابقى فاهم هو هيبقى بيبيع برودكت عامل ازاي علشان من خلاله نبدا نتكلم في الديزاين. طيب عرفنا نوع البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه، نشوف البيزنس فيجن بتاعت الكلاينت بتاعنا عامله ازاي ورايحه فين، حاطط بادجت للمشروع شكله عامل ازاي، الـ ROI اللي هو Return of Investment هو بناء على حجم الـ Investment اللي هو هيصرفه، هو متخيل الفلوس دي هترجع له في خلال قد ايه. حد يقول لي طب وايه انا ايه علاقتي كديزاينر بالموضوع؟ اقول لك انه الشخص ده ممكن يبقى بيتكلم على فرع، ممكن يتكلم على فرعين، ممكن يتكلم على 10 فروع، ومده الفروع دي كل قد ايه. فانت كديزاينر لازم تبقى عامل حسابك في التبريكات. علشان كده الار واي بيقول لنا احنا هيبقى عندنا
كام برانش للمشروع اللي احنا بنطلعه، الاماكن بتاعت البيزنس، هو عايز يفتح جوه مولز ولا عايز يفتح ستريت لوكيشنز ولا هيفتح فلاج شيبس، حاجه ضخمه يعني بروجكت كامل على بعضه. هو هيبقى متخيل البيزنس بتاعه بيفتح في اماكن شكلها عامل ازاي، وده جزء من السيجمنتيشن اللي هو البوينت الثالثه اللي احنا هنروح لها كمان شويه. اوبريشنز بلان، هو هيدير البيزنس بتاعه ده بطريقه شكلها عامل ازاي، وهل عنده اكتر من طرف او هم اطراف كتير كبارتنر مثلا، كل واحد عنده تاسك في الشغل، فهل انت بتتكلم مع اونر واحد ولا مجموعه اونرز ولا مع مجلس اداره. يعني لازم تبقى برضه كديزاينر عندك القدره على انك تحط البيزنس بارتنر بتاعك في حته مظبوطه علشان تقدر تتعامل معاه في التفكير. التايم لاين بتاع المشروع هو محدد التايم لاين عامل ازاي. الكيس ستاديز اللي هو عاملها عن الكومبيتيتورز اللي في الماركت، هل هو دارس الماركت بشكل كافي وعارف هو داخل يشتغل قدام كومبيتيتورز عاملين ازاي ولا لا، لانه ده حاجه مهمه جدا في نجاح المشروع. مش ناس كتير بتشتغل بالطريقه دي، ومش ناس كتير بتقعد تحلل مع الكلاينت كميه التحليلات دي. في الاخر ممكن يجي لك كلاينت يقول لك والله حاجه ما تخصكش، بس احنا بنشوف ان ده حاجه تخصنا جدا، لانه ده بيأثر على كواليتي البرودكت اللي بيطلع من عندنا كديزاين، وبيأثر على عمر المشروع وبيأثر على نجاحه. طيب البيزنس تايب خلصناه والبيزنس فيجن خلصناه، هنروح للسيجمنتيشن. هو بيخاطب انهي فئه عمريه من الناس، بيخاطب انهي جندر، رجاله ولا ستات ولا بوث، يعني هل هو مثلا محل فاشن بتاع وومن كلوبس ولا مينز وير، ولا هو عباره عن ايه. والماني باور سيجمنتيشن، هو القوة الشرائية بتاعة الناس اللي بتدخل تتعامل مع البيزنس بتاعه عاملة ازاي؟ هو بيتكلم في انهي منطقة من القوة الشرائية للأشخاص. أنا ما بحبش حكاية التصنيف بتاع الكلاسز، هي قوة شرائية في الآخر، هو الشخص اللي داخل المكان داخل يصرف فلوس قد ايه، هو الكلاينت عايزه يصرف فلوس قد ايه. والجزء الرابع في السيجمنتيشن لسه متكلمين فيه على طول في البيزنس فيجن، اللوكيشنز بتاعت المشروع، هل هو متارجت القاهره بس، متارجت القاهره والمدن الكبيره زي اسكندريه زي الغردقه، زي دلوقتي في حاجات بتفتح في دمياط، بتفتح في طنطا، هل هو عنده بزنس بلان انه ينتشر في مصر عموما، ولا هو تارجتنج منطقه بعينها. ده الاول ثلاثه تايب او اول ثلاثه ديفيجن اتكلمنا عليهم، دي كلها حاجات تخص البزنس كبزنس. طيب الجزء اللي ليه علاقه بينا بقى بشكل مباشر، الايدنتيتي بتاعت البروجكت ده عامله ازاي؟ هل البروجكت ده ليه براند ايدنتيتي؟ يعني ليه اسم، ليه لوجو ديزاين، ليه كولر سكيم، ليه فيجن في البراندنج، ولا لسه ده ما اتعملش؟ لانه في البروجكت الكوميرشال المفروض انه بيبقى الموضوع ثلاث اضلاع، كلاينت وديزاينر و براندنج ايجنسي. وما ينفعش يبقى البراندنج ايجنسي والديزاينر بيشتغلوا منفصلين عن بعض، يعني لازم السكيم بتاع المشروع يطلع راكب على بعضه مظبوط. ما ينفعش يبقى الديزاين بتاع اللوجو والكالر سكيم في اتجاه والديزاين الانتيرير في اتجاه تاني،
وكذا سكيل تاني، بحيث ان المشروع مش راكب على بعضه. وبنسبه كبيره شركات الديزاين اللي عندهم وعي بفكره الكوميرشال بروجكت هو اللي بيحط البراند ايدنتيتي او اتليست بيشرف عليها. واحنا بنعمل كده، لما بيجي لنا مشروع كوميرشال بنحط البراند ايدنتيتي مع البراندنج ايجنسي، او اتليست بنشرف على البراندنج بتاع المشروع، علشان انت هنا تحولت ل مخرج عمل، فانت لازم تبقى ملم بكل الاطراف. فالايدنتيتي بتاعت المشروع زي ما اتفقنا، اللوجو، البراندنج، الماركتنج فيجن بتاعته عامله ازاي، الستايل بقى بتاع البروجكت، يعني خلاص هنتنقل لمرحله الانتيريور، الستايل بتاع المشروع هو متخيله في انهي اتجاه، وجزء كبير من الستايل بيبقى بناء على الاكتيفيتي بتاعت المشروع. يعني المشروع ده هو قائم على ايه كبزنس، والستايل بتاع البزنس ده عامل ازاي، ريفرنسز لمشاريع تانية زي ما قلنا كومبيتيتورز، او ريفرنسز من بره الفيل خالص، يعني بره الماركت بتاعنا يعني. طيب بعد ما بنلم كل الايدياز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي دي، بنبدأ إحنا نحلل المشروع من كل المعطيات الكتير اللي إحنا لسه متكلمين فيها، البيزنس تايب والبيزنس فيجن والسيجمنتيشن والايدنتيتي، ونبدأ نحط الفكرة العامة للديزاين. طيب نبدأ إحنا بقى نعمل الـ R&D بتاعنا، الـ Operational Development، الاكتيفيتيز الثانيه اللي شبه المشروع اللي احنا هنشتغله، الناس محققه حاجات عامله ازاي. وبالمناسبه في السيميلر اكتيفيتيز احنا مش بس بنذاكر المشاريع لنفس المنتج او لنفس الاكتيفيتي الناجح، احنا بنذاكر الاثنين، اللي فشل واللي نجح، علشان نعرف اللي فشل ده فشل ليه، ما هو اكيد عنده حاجه حصلت مش مظبوطه. الاوبريشن كريتيريا ده مطعم ولا فاست فود بروجكت ولا ريتيل زي ما قلنا من شويه، الاوبريشن كريتيريا بتفرق معانا جدا. الكاستمر بيهيفير، تعامل الكاستمر اللي داخل المشروع ده عامل ازاي، وده برضو بناء على السيجمنتيشن، هو المحل ده بيخاطب ستات ولا بيخاطب رجاله ولا بيخاطب الاثنين، بيخاطب أعمار سنية عاملة إزاي، هو محل كيدز تويز مثلا ولا هو محل ديزيرت ليه حلويات. يعني الكاستمر بيهيفير بيفرق معانا جدا، وهقول لكم ليه بيفرق في الديزاين. انت ممكن تبقى بتصمم فرش بتاع المكان بطريقة لا تناسب الكاستمر اللي داخل، فيبدأ يبقى مش مرتاح في التعامل مع اللوكيشن، ممكن تبقى عامل حاجات فيها خطر على اطفال ما ينفعش يتعاملوا معاها، طريقه اضاءه ممكن تكون مش مظبوطه، كل ده ريليتد بالكاستمر اللي داخل يشتغل معاك او اللي داخل يتعامل مع البراند اللي انت بتعمله. بعد ما نخلص الار ان دي ندخل لمرحله الكونسبت الطبيعيه جدا، ان احنا بنطلع مود بورد ريليتد بقى بالاكتيفيتيز اللي احنا هنشتغل عليها، وزي ما قلنا من شويه كل المعطيات اللي فاتت بقى من ستايل لمشروع لنوع المشروع. بعد كده نبدا بقى في البروسيس الطبيعيه بقى، عندنا الكالر سكيم، والكالر سكيم هنا ما بيبقاش كالر سكيم للانتيريور بس زي ما قلنا، كالر سكيم للانتيريور والبراندنج. فلو البراندنج ايجنسي طلع كالر سكيم لازم نتعامل معاهم فيه، ونبدا نشوف ايه الالوان السكندري اللي احنا ممكن نكون محتاجين نزودها على المشروع وهكذا. لايتنج سيلكشن او طريقه الاضاءه بتاعه المشروع، لانه الحقيقه طريقه الاضاءه في الكوميرشال
حاجة مهمة بشكل لا تتخيلوه، وكل type of business وكل location محتاج طريقة إضاءة معينة وطريقة شغل في الإضاءة معينة. عشان كده برضو لازم يبقى فيه معاك lighting consultant في المشاريع الكوميرشال. الماتيريال سيلكشن، واحنا دايما بنحط بقى في دماغنا في الماتيريال سيلكشن durability بتاعت الماتيريالز، عمرها الافتراضي عامل ازاي، هل هي سيف مش سيف، بنحط في اعتباراتنا حاجات كتير قوي نقدر نبدا نتكلم عليها بالتفصيل في البروتوتايبس اللي هنتكلم عليهم كمان شويه. وبعد كده الفرنتشر ديزاين والسلكشن بتاع الستايل بتاع الفرنتشر بتاع المكان، لانه جزء اساسي من الكوميرشال سبيس الديزاين بتاع الفرنتشر، سواء كان مطعم او محل عنده اي نوع من انواع الاكتيفيتيز يعني. بعد كده بنبدا نطلع الديزاين باكج بتاعتنا، والديزاين باكج بتاعتنا مختلفه بقى شويه هنا، علشان ستيل هي جزء كبير منها مرتبط بالاكتيفيتي بتاعت المشروع. بعد ما نطلع ال 3 دي، طلع الانتيري ديزاين باكج من ارضيات لاسقف للاليفيشنز لكل الديتيلز المتعرف عليها، بنطلع ال ام ان تي ديزاين باكج، بنطلع الفرنتشر ديزاين باكج، والام اي بي باكج هنا بتختلف، والانتيري ديزاين باكج بتختلف، لانه لو بتفتح المحل ده جوه مول، فعاده المول بيبقى عنده ريكويرمنتس وحاطط جايد لاين لطريقه الشغل والماتيريال المستخدمه، فهتلاقيه موصف ماتيريالز للكهرباء وماتيريالز للتكييف وماتيريالز للفاير فايتر والفاير الارم والبلامينج والعزل. لو انت شغال، لو انت بتعمل مطعم، فانت هتلاقي عندك اكتيفيتي بقى مختلفه تماما وطريقه شغل مختلفه تماما. طبعا طريقه العزل مهمه جدا، انواع الاسلاك، انواع الاسلاك اللي بنشتغل بيها، البايبس بتاعت الكهرباء، لو مطعم فانا عندي هود فنتليشن وفنتليشن وهود، فده ليه تصميم مختلف تماما. كل الحاجات دي لازم يطلع لها درونز، ودرونز مظبوطه. عشان كده لو اللوكيشن ده بيفتح جوه مول، يبقى في ريجوليشنز وجايد لاينز، احنا لازم نفولو الجايد لاينز دي كتكنيكاليتيز مش كديزاين. ودفنتلي بنجو فور ديزاين ريجوليشنز في شكل الواجهات ومقاسات الازاز بتاعت الواجهات ومقاسات اليافطه. الفساد ديزاين لازم يبقى في هارموني للمشروع ككل، فانت مربوط بشويه ريجوليشنز تخص المولز حتى في ديزاين المحل كفساد. زي ما قلنا الكيتشن بتاع المطاعم ليه ستادي كامله لازم تحصل، الاستادي دي بيعملها كيتشن كونسلتنت، حد متخصص في فرش مطابخ المطاعم. فده بالنسبه للديزاين باكج. طيب هنرو ثرو ثلاث انواع من المشاريع، والثلاث مشاريع كانوا بروجكتس موجوده عندنا، منها اللي خلص ومنها اللي في البروسيس بتاعت التنفيذ. عندنا نوعين من المشاريع، ريتيل، ريتيل بروجكت هو هوم اكسسوارز ستور، ريتيل بروجكت هو شوكليت ستور، ومشروع فود اند بافريج او كمبيه يعني كافيه او ايس كريم ستور جيلاتريه يعني. طيب خلونا نبدا نتحرك في المشروع. المشروع الاولاني مشروع اسمه ذا جولدن باينابل.
ده عبارة عن اكسسوارز، هوم اكسسوارز ستور. وكانت فكرة المشروع، هنقول بقى دلوقتي كل اللي احنا قلناه من كلام ثيوريتيكال فات جوه البلان بتاعتنا. الكلاينت جالنا عندها مشروع في مول من المولز اللي في التجمع، وعايزة تعمل ستور بشكل مختلف. طيب ايه نوع البيزنس؟ نوع البيزنس هو هوم اكسسوارز ستور. طيب هل عندنا فروع تانية؟ لا ما عندناش، واحتمال يبقى عندنا في خلال سنة. طيب يبقى معنى كده ان احنا محتاجين نحط البروجكت ببادجت معينة علشان نقدر يبقى فيه ريتيرن اوف انفستمنت سريع. عندنا تايب بادجت، ما عندناش بادجت كبير. عندنا تايم لاين ما هواش قليل وما هواش كتير، كنا بنتكلم في حوالي 3 شهور. طيب عندنا سيجمنتيشن عامل ازاي؟ بنتكلم في ايجز، ميد ايجز، في 30s 40s، في الحته دي من الاعمار. بطبيعه الحال معظم الناس اللي بتتعامل مع البراند ستات او ديزاينرز رجاله وستات، لانه هي عايزه تارجت النوع ده من الكلاينت اللي يبقى شغلها بي تو بي اكتر، اللي شغلها ديزاينرز يفتشوا البروجكتس بتاعتهم من عندها. فالسيجمنتيشن بنتكلم في 80% ستات. طيب ايه اللوك اند فيل بتاع المشروع؟ احنا عايزين مشروع يروح في حته عامله ازاي؟ عايزين يروح المشروع اندستريال ديزاين، يت شكله نيت وفيمينين شويه. ودي كانت صعوبه الموضوع الحقيقه. انا والتيم بتاع الديزاين كانت الفكره كلها انه الاندستريال ديزاين او الديزاينز شويه فيها راف ماتيريالز ما بيليقش عليها انها تبقى فيمينين. وكانت دي صعوبه الحكايه. لما درسنا الكومبيتيتورز التانيين بيشتغلوا ازاي، فاكتشفنا انه الموضوع منقسم لاكثر من طريقه. يا ناس بتعرض حاجات اون شيلفز كده وخلاص، يا ناس المكان ديزايند قوي فالبرودكتس مش باينه. ودي غلطه برضه، انه انت اوريدي بتبيع هوم اكسسوارز، فانت محتاج البرودكت بتاعك يبان. ومش معنى ان هو يبان ان انا اعرضه كاني داخل سوبر ماركت او صيدليه. طيب تعالوا نجو ثرو كده البلان سريعا. احنا كان ده الانترنس، عندنا واجهه صغيره ما هياش كبيره. اول ما بندخل طبعا اللوكيشن كان كله حاجه واحده اوبن سبيس على بعضه. خلقنا منه ستورج اريا، وخلقنا منه زون فيها ستيب محطوط فيها الكاشير وبقيه الديسبلاي، ومكتب للاداره. والواجهه دي كلها، لان هو كان في دور تاني في المول، الواجهه دي كلها ازاز بص على الشارع. فكان اول ما بندخل الستور نلاقي هنا ديسبلاي زون وتيبلز في الجزء ده. الجزء ده هنلاقي فيه بعد كده different levels of display. هنا خلقنا واجهة double sided، side باصص على المحل من جوه معروض عليها products، وواجهة باصة على الإزاز بتاع الشارع عليها signage. وهنا الزون بتاعت الكاشير. وتعالوا نبدأ نشوف الجزء الأولاني. زي ما قلت هنا ده الواجهة الإزاز بتاعتنا الانترنس بتاع المحل. كان لازم يبقى عندنا لوجو ساينج كاتشي شويه. كانت الفكره الاساسيه من الماتيريالز اللي استخدمناها ان احنا هنستخدم جراف تكتشر ماتيريالز زي ما قلنا، بس فيها فيمن لوك. فدخلنا الجولد في الديزاين، دخلنا كميه جولد ما نقدرش نقول كتير، بس
ملفتة تخليك مركز مع الحاجات اللي موجودة في البرودكت. واخترنا لون فيري فيمينين نضيفه للبانتون بتاعت الجرايز، واخترنا اللون البينك شويه ده، واخترنا ارضيات لايت جراي، والوالز كانت بينتس راف تكستشر واوبن سيلينج. فتعالوا نبدا نجو ثرو الديزاين مع بعض كده. كانت الفكره الاساسيه من المكان انه الدوميننت كولر بتاع البروجكت الرمادي بالدرجات بتاعته. فهنلاقي الارضيه، افتح من الحوائط شويه، الحوائط كلها سيمنت لوك، او يعني في حاجات فيها سيمنت لوك وحاجات راف تكستشر. والحقيقه احنا اشتغلنا دهانات المحل على الطوب زي ما هو، يعني احنا لوننا الطوب رمادي. واماكن ثانيه اللي كان فيها البارتيشنز بتاعه تقفيل الاوض والحاجات دي عملناها بماتيريال دهانات من نيوتن اسمها رومانو. دي خامه فيها راف تكستشر كده. عملنا زي لوبي للمكان، ندخل نلاقي فيه عرض اكسسوارز، وهنلاقي كده واحنا بنتحرك انه كل الديسبلاي عباره عن بولد ودوكو ابيض. والشلفز كلها خشب، والبولد اللي في الموضوع يا اما في بولز ماسكه الشلفز ببعض يا اما لون مدهون، علشان نوحد لون الديسبلاي بحيث انه ما يبقاش بيعمل ديستربنس للبرودكتس اللي محطوطه. انا محتاج اشوف البرودكتس بشكل اوضح. واللون الاكسنت كولر اللي عندنا كان البينك اللي موجود، النود بينك اللي موجود سواء في البايبس اللي في السقف او في القرش اللي قدام. ده الجزء الخلفي من المشروع، ودي الواجهه الخلفيه. استغلينا التو بارتيشنز الجول دول انهم يبقوا اي كاتشي من اول المحل. انا شايفهم في الاخر على نفس اللاين بتاع الرؤيه، فانا داخل المحل شايف كل الحاجات دي في اكس واحد. استغلينا ده في انه يبقى قدامه ديسبلاي زي ما احنا شايفين هنا، ومن الناحيه الثانيه مستغل على انه محطوط فيه ساين. هنا عملنا ايلاند ديسبلاي ايلاند علشان ما يبقاش عندي حاجات عاليه في نص المحل. فعملنا ديسبلاي ايلاند بليفلز مختلفه كلها اندايركت لايت علشان اعرض عليها البرودكتس. فخدت نفس اللون البينك اللي عندنا ونفس الكالرز بتاعت الشلفز، فخليناها في التوب بتاعت اليونت، والبولد كولر في الوزره اللي تحت. وزي ما احنا شايفين هنا برضه الديسبلاي يونتس فيها نفس التو كولرز زي ما انتم شايفين ورا كده. عندنا احنا استخدمنا نفس الطوب بتاع المكان والدهن لايت جراي، فاحنا اعتمدنا الدوميننت كولر في البروجكت انه جراي شيب. ده الجزء الاعلى، واحنا حبينا نخلي الجزء بتاع الكاشير مختلف، واخد زون مختلفه علشان كسيركيليشن الموضوع يبقى سهل. فانا الكلاينت اللي بيقول لي شايف الديسبلاي طول ما انا ماشي كده مع الماوس، دي اماكن الكلاينت اللي يقدر يتحرك فيها براحته. فهو شايف برودكتس اول ذا واي في المكان، حتى في نص المحل خلينا الديسبلاي على ايلاند مش على شلفز عاليه علشان ما تحجبليش رؤيه المكان، وابقى طول الوقت شايف كونسيستنسي في المكان.
وجينا في الزون دي رفعناها ستيب تانية علشان نفصل التشير شوية بماتيريال في الأرض، كسرنا بيها لون الجراي اللي في الأرضية وخليناها بروسلان وود إيفكت. ده كان شكل التشير نفس الكالر سكيم، نفس الطريقة بتاعت الديسبلاي. وده كان البروجكت بتاعنا الهوم اكسسوارز بروجكت. البروجكت ده حاليا قائم سوفت اوبننج، لسه فاضل فيه شويه ديتيلز كده في الفرنشر، ولما تخلص هيبقى له صور ريل على البيج بتاعتنا. المشروع الثاني هو تشوكلت ستور، ووراه قصه لطيفه خلونا نتكلم عليها. الكلاينت حد من فاميلي بيزنس، طول عمرهم بيشتغلوا في تصنيع السويتس والشوكليت، ومصنع معروف من سنين طويله جدا في مصر. الجيل الثاني من العيله، في حد قرر انه عايز يعمل حاجة لنفسه. طيب الحاجة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن homemade chocolate او custom made chocolate. طيب مين الكومبيتيتورز اللي عندنا؟ اكتشفنا ان الكومبيتيتورز اللي عندنا كلهم اسامي، يا بيجيبوا الماتيريالز من بره يا هم اصلا فرانشايز، ما فيهمش حد بيصنع شوكليت بالكواليتي اللي احنا بنتكلم عليها. فالحقيقه بدانا نجو ثرو البروسيس بتاعه التصنيع عامله ازاي، فاكتشفنا ان الموضوع فيري سوفيستيكيتد وفيري بروفيشنال، وبيتعمل بطريقه هايله، وكواليتي البرودكت عظيمه. وكان لازم البروجكت يتحط في تصنيف بيخليه بيكمبيت مع كل الشوكليت ستورز اللي ممكن تكون معروفه في مصر. طيب البروجكت ده في الكوربر، كانت القصه ورا الديزاين انه احنا عندنا البراند اسمه شوكليت فاكتوري، مصنع الشوكولاته. فاحنا عايزين نرفلكت ده، عايزين نرفلكت فكره الاندستريال لوك تاني. بالصدفه يعني الموضوع برضو طالع اندستريال، احنا عايزين نحط الاحساس بتاع الاندستريال لوك في تركيبه شويه مش طفوليه عشان ما يقلبش محل سويتس، ولكن في تركيبه مبهجه الى حد كبير، حاجه كده زي اليس ان واندرلاند. يعني احنا في الاخر كان الكونكلوجن بتاع الكلاينت البريف بتاعه انه انا عايز ادخل فيلم كرتون او قصه من القصص بتاعه اليس ان واندرلاند وسندريلا والحاجات دي. وده مش معناه ان هو كان مطلوب انه يبقى فيمينين، عشان كده هتلاقوا في ترتيبه الالوان احنا عندنا تو كولرز، البيبي بلو شويه لون بيستخدم على انه لون ساين على الولاد، حتى لما حد بيولد فالاكسسوارز اللي ليها علاقه بالولاد هتلاقيهم لونهم بيبي بلو، والاكسسوارز اللي ليها علاقه بالبنات لونهم بينك. فكانوا دول التو كولرز اللي احنا استخدمناهم كاكسنت كولر، والدوميننت كولر كان ما بين الجراي والجرايش بيج، يعني جرايش رايح ناحيه البيج كده شويه، وده كان في الارضيات. طيب تعالوا نجو ثرو البلان كده، عشان البلان كان صعوبته في انه المحل تايم رفيع وطويل، كنز عرض وطويل. كان ده الانتنس، وانا الحقيقه دايما بحب لما يبقى عندي محل بالطول
ودي وجهة نظر شخصية بحتة يعني، أو راحة نفسية. ما بحبش أقطع الفيجن بتاعة خط الرؤية وأنا داخل بأي حاجة، ما بحبش أديستراكت الإحساس بتاع الطول ده، بالعكس بأكده وببقى عايز أشوف البروجكت بالكامل على بعضه قدامي. بحس إن ده بيخلي المشروع واضح. فعملنا لاي اوت عباره عن كاونتر بنسيرف فيه هوت شوكليت وكوفي وكده، لان هما في جزء من البراند بيعملوا هوم ميد هوت شوكليت وكوفي. حطينا كاونتر هنا تسيرف الكوفي والدرينكس. وفي اول الانترنس كان عندنا هنا ديسبلاي يونت للبرودكتس اللي ليها علاقه بالمناسبات، رمضان، عيد ام، الحاجات دي كلها. وبعد كده كاونتر طويل جدا معروض فيه الديفرنت تايبس اوف شوكليت، لان هم الحقيقه بيعملوا اكتر من تايب اوف شوكليت، ففي جزء محتاج ثلاجه وجزء محتاج ديسبلاي ازاز وجزء في الكاونتر كان محتاج يبقى اوطى شويه عشان بيتعرض عليه من فوق برودكتس. وفي اخر اللاين ده الكاشير ويجي في وش المحل خالص الجزء اللي ليه علاقه بالكوفي كورنر او الباريستا. والويندو ده احنا عندنا الجنب ده كله من المحل ازاز، فما كانش ينفع نخسر ده، ما كانش ينفع اخسر الواجهه دي خالص، فخلينا الجزء اللي في النص ده ديسبلاي والجزء ده استعملناه كبراندنج. تعالوا نشوف كده احنا اتحركنا ازاي في الديزاين. هتلاقي كل اللاينز بتاعه الفرنشر شويه كلاسيك لاينز، ولكن ما فيهاش التفاصيل المعقده بتاعه الديزاينز الكلاسيك. احنا خدنا الاوت لاينز فقط لا غير، كلاسيك شويه كلاسيك لوك كاوت لاينز علشان تدينا الريفلكشن بتاع الفيري تيلز ده. فكان ده ديزاين التيبل ديسبلاي بتاعه البرودكتس اللي ليها علاقه بالمناسبات. وعندنا وول كبيره هنا فيها ستورج اريا او ديسبلاي اريا اللي احنا شايفينها قدامنا دي، فيها بقى التريز بتاعه الشوكليت والاطباق الكبيره وكده. وعندنا النيش ده كان عباره عن بوكسز صغيره معروض فيها، كل بوكس من دول معروض فيه شوكولاته واحده، ودي الهاي برايس برودكتس او الهاي اند برودكت بتاع البراند. وبعد كده كاونتر نزلنا في الليفل بتاعه شويه، خليناه استخدمناه كديسبلاي. وبعد كده علينا تاني لمكان الثلاجه، فبقى عندي ويفز كده في الفرنشر، ورا الويفز دي جايه في شكل الديسبلاي اريا، وهنا في خطوط عدله. وفي الاخر الكاشير، خلونا نتحرك قدام شويه. فبقى عندنا هنا اهو الشوكليت معروضه، كل نوع محطوط في حته لوحده وكانه بيس اوف جولري يعني. والكاونتر كل اللي ورا ده استخدمناه كستورج اريا، وهنا الديسبلاي فريدج بتاعت الشوكليتس اللي ممكن تبقى بتسيح بسرعه او اللي فيها فليفرز مختلفه وكده، ليها طريقه تخزين يعني لازم تخزن في حاجه في مكان ساقع. ده مكان الكاشير. وخدنا السلوجن بتاع البراند ميد فور مور على طول الكاشير. ودي كانت الواجهه بتاعه الديسبلاي، وبرده لعبنا بنفس فكره الليفلز. فانا بقى عندي ديسبلاي شيلفز متعلقه كده من السقف طايره، محطوط عليها برودكتس بليفلز مختلفه، يقابلها من تحت بوكسز، البوكسز دي مستعملينها كديسبلاي وفي نفس الوقت كستورج، لان احنا ما كانش عندنا مساحه كبيره في المحل كستورج اريا، فاستخدمناها برده كستورج. يعني كل البوكسز دي بتتفتح بتستخدم كستورج. والكوفي كورنر او الكاونتر اريا. خلونا نتكلم شويه على ترتيبه الماتيريالز. زي ما قلت لكم احنا استخدمنا
كان الدوميننت كولر في المشروع الجاي برضو براف تكستشر. العواميد اللي عندي هنا كانت الحقيقه ضخمه جدا، وكان لازم لها حل شويه ديكوريتيف، وما ينفعش اعلق عليها حاجه لانها هتصغر لي المحل جدا. استخدمنا فيها خشب الفينشنج لوك بتاعه كانه قديم شويه بس بلون، علشان برضو ياكد لي الاحساس بتاع الافلام بتاعت الكرتون القديمه كده شويه. الديسبلاي بوكسز نفس الحكايه، درجه الجراي اللي ممسوحه من اللون شويه. خدنا سبوتس في الارض علشان اكسر الطول اللي في المحل ده، والحقيقه لغايه الكاونتر والديسبلاي اريا الاولانيه كانت الارضيه لونها لايت جراي في سيركلز كده فيها تراجو. ومن اول الكاونتر للاخر كانت بورسلين تايلز لونها رمادي بنفس السيركلز. هنا كده شكلها اوضح شويه. ليه عملنا الحركه دي؟ من اول هنا الالوان بتاعه الكاونتر طاغيه على المكان، فاللون الابيض فاتح جدا وطاغي على المنطقه دي، فحبينا نغمق الارضيه شويه فنهدي الكالر تون بتاع المحل. انما هنا عندي الوان وعندي كاونتر لونه بني وعندي ديسبلاي كتير فيه الوان كتير، فحبينا نخلي الارضيه افتح علشان تفصل شويه الالوان. المشروع ده بيصور ريل، والمشروع ده قائم وموجود في الكورة. عندنا ثالث بروجكت، وهو بروجكت فود اند بيفرج، وزي ما قلت لكم هو كونسبت جيلاتيريا جيلاتو ستور. وده حاليا في مرحله التنفيذ، احنا لسه بادئين في تنفيذ. الفكره بقى التشالنج هنا ان ده براند اوريدي موجود، يعني الاسم موجود بس ما كانش معمول له ديزاين ايدنتيتي. كان فاتح في مكان في 6 اكتوبر واتعمل بجهود ذاتيه كده من الاونر، وما طلعلوش، ما كانش ليه كريتيريا واضحه كديزاين. وكان التشالنج في الموضوع انه الكالر سكيم اللي اوريدي البراند ايدنتيتي بتتحرك فيه هو كالر سكيم طول جدا، ساقع جدا، جراي شيدز وابيض، والمحل تحسه كول كده. في نفس الوقت هو بيقدم كوفي، فكان لازم يبقى في ميكس ما بين فكره الهابينس اللي بتطلع من الايس كريم والكوفي. طيب انت عندك كومبيتيتورز كتير قوي في الماركت، مذاكرهم؟ اه مذاكرهم، وعارف كل واحد بيبيع ايه. طيب كويس قوي، ممكن تقول لنا انت شايف نفسك فين من الكومبيتيتورز؟ انا شايف نفسي بكمبيت معاهم كلهم، لانهم كلهم بيشتغلوا في نفس الكرايسز وبنفس الكرايتيريا. بالعكس انا عندي كواليتي اوف برودكت احسن، هاي ده كلاينت مذاكر مشروعه وعارف هو عايز يعمل ايه. طيب انت ايه البرودكتس اللي عندك؟ المين برودكت هو الايس كريم، والايس كريم عنده ليه طريقه في الديسبلاي، فهو انت بتاخد السكوب بتاعت الايس كريم من حته وبتضيف عليها فليفرز من حته ثانيه، وده المين برودكت. وبعد كده كيكس داخل فيها ايس كريم، وعنده ايس كريم بيركس، والبرودكت الاخير اللي هو الكوف. فكان الديزاين بتاع المحل او اللاي اوت الاولاني عباره عن ده الانترنس، دي اوت دور زون وده الانترنس. عندنا على اليمين هنا فرنتشر ترابيزات سيتنج اريا، يعني عندنا هنا سيتنج بنشز. والكاونتر هو عنده حاجات كتير قوي بتتحط في الكاونتر، فعشان نرصها كلها في السبيس دي المحل مش كبير خالص، المحل ده 125 متر.
لازم ناخد الكاونتر ال شيب علشان السيركيليشن بتاعت المكان كمان ما تعملناش مشاكل. فالكاستمر بيدخل من هنا يبدأ ياخد البرودكتس بتاعته، ياخد التور بتاعت البرودكتس كده او من الناحيه الثانيه على حسب هو داخل يشتري ايه، ويجي في الزون دي، ده المكان بتاع الكاشير. فالكاشير بالنسبه له في اخر بوينت في المكان، وهنا الكوفي اريا، وهنا ديسبلاي فريدز بنشوفها في الديزاين، والجزء ده ليه علاقه بالكيتشن. طيب خلونا نتكلم على الكيتشن ماتيريالز شويه. الكيتشن ماتيريالز، اولا الارضيات لازم تبقى حاجات انتي سليبري، ما بتزحلقش، وانتي بكتيريا. فبنستخدم ارضيات سورنر، دي بتعتمد على انها ماده شبه الفخار شويه، فهي انتي بكتيريال وما بتزحلقش. دلوقتي بقى ليها كومبيتيتورز في الماركت، في اللوكال، حتى براندز بتاعت السيراميكس بيطلعوا نفس النوعيه من البرودكتس بمقاسات اكبر ومقاسات مختلفه، وحاجات هيفي ديوتي 2 سم بتاعت السيراميك هايله الحقيقه، موجوده في شركات كتير. ده بالنسبه للارضيات. الوولز دايما بنعملها سيراميك ابيض، ما فيهوش اي حاجه رف علشان النظافه، ينفع يتنضف كويس. السيراميك في المطابخ لازم يتسقي بماده جراوت، ما بتسربش ميه، حاجه ليها تصنيف يعني انها ما بتسربش ميه، سيلنت يعني، وفي نفس الوقت مضاده للبكتيريا. ده بالنسبه للفينشنج. السقف بنسبه 95% بيتعمل بلاطات 60 في 60 صاج املس، علشان برضو الهيجين والنظافه. ده بالنسبه للفينشنج. طبعا المطبخ بيتعزل عزل الميه، وبنختبره، لازم نختبره كويس جدا قبل ما نبدا نقفل. الالكتروميكانيكال جزء كبير منها بيبقى في المطبخ، وده بالنسبه للفينشنج ماتيريال بتاعه المطبخ. طيب نبدا نطلع في الديزاين بتاعنا. الديزاين بتاعنا اجان الدومينانت كلر اللي فيه رمادي، وده لاسباب ليها علاقه بالبراند ايدنتيتي اصلا، فاحنا اللون الاساسي في المكان رمادي. اللون اللي بعديه يجي في الفرنشر لايت اوك، واستخدمنا لايت اوك في الفرنشر علشان يديني الاحساس بتاع الكولنس بتاع البرودكت، مش عايز لون خشب غامق فيديني دفع زياده في المكان، فيبقى المكان كوزي زياده. واستخدمنا اندستريال بايبس في الاضاءات، واستخدمنا ديسبلاي يونت فوق هنا كده نعرض عليها برودكتس، ماجز وحاجات ريليتد بالبراند. طيب تعال ندخل كده جوه الديزاين شويه. هنا ده كده مكان الانترنس. بدأنا نكتب بقى حاجات على الارض، وبدأنا نجايد الكاستمر وهو داخل فيجوالي. فهو انت داخل هتلاقي ساين مكتوب على الارض، هتلاقي الكاونتر كله كونكريت ايفكت بس مطبوع فيه اللوجو. اول ما تدخل من الباب هتشوف اللوجو في الاخر خالص، فانت عينك ربطت من اول الباب هنا من على البلان، ربطت المحل في اخر حته، فانت شفت الديزاين كله على بعضه اول ما دخلت. استغلينا الوال اللي على اليمين دي بطريقتين. جزء هنا فيه ازاز ملون برنتد جلاس مكتوب عليه كوتس ليها علاقه بالبراند. بعد كده العمود ده استغليناه على انه سايد ستيشن. سايد ستيشن دي اللي هي بيبقى عليها السكر والكاب هولدرز والحاجات دي. والجزء اللي فوقيها استخدمناه شلفز للبرودكتس.
والجزء الاخير استخدمناه على انه هيبقى عليه وول ميورال بتحكي الانجريدينتس اللي هو بيستعملها. هو راجل بيستعمل انجريدينتس معينه في شغل، فقررنا ان احنا نعمل زي ستوري تيلينج كده على الحيطه هاند بينتنج. نيجي بقى للجزء الثاني بتاع المكان ده، ده الجزء اللي على اليمين اهو. استخدمنا البايبس الاضاءات، واللاتس دي عباره عن فليكسي ملزوق على ازاز، والجزء اللي جوه ده ستوري تيلينج للماتيريالز اللي هو بيستخدمها. الارضيات بتاعه المكان ايبوكسي فلورينج. ايبوكسي فلورينج هي ماده بتتعمل كونكريت افكت، يعني بتبقى بيس زي الاسمنت كده، بتتصب على مراحل وليها تجهيزات في الارضيه عشان تبقى فيها سيلف ليفلنج ومظبوطه، وبتتصب وتعمل لها حاجه زي جلر رخام كده بماشين معينه اسمها هليكوبتر، بتدخل تساوي الموضوع ده كله على بعضه. الجزء اللي حوالين الكاونتر ده احنا حبينا ناكد الكاونتر ب تايلز سيمن تايلز كولر، وخدنا اهو هنا اوضح سيمن تايلز كده في الارض، وخدنا لاين اضاءه فاصل في الارضيه ما بين السيمن تايلز والهليكوبتر فلورينج او الكونكريت فلورينج، ونفس اللاين بتاع الاضاءه ده خدناه في الكاونتر نفسه من تحت، فأكدنا قوي شكل الكاونتر. وهنلاقي ادي 1 2 3 4 خطوط اضاءه رسمين لي الكاونتر من اوله لاخره، فاكدت قوي ان الزون دي بتاعه الكاونتر، فادتني احساس انه فيجوالي خلتني وانا داخل المكان انا يبقى انا لازم اتحرك ناحيه الكاونتر عشان اخد الاوردر بتاعي، فانا بقيت بجايد الكاستمر اللي داخل من الفيجوالز اللي على الحيطان بالكوتس، وفي نفس الوقت بطريقه الاضاءه وفرق النتيجه. هنيجي هنا نلاقي بنشز، والبنشز هنا اللي في الازاز ده مش ريفليكشن، اللي في الازاز ده اكستنشن للقعده الاندورز، فاحنا خدنا القعده الاندورز كبرناها وخرجنا بيها بره في الاوت دورز، والفاصل ما بينهم ازاز، يعني الازاز هيقعد على البنشز يقسمها لي اثنين، فانا بقى عندي كونسستنسي في الفرش كان المحل اكستندد لغايه بره، فانا بقيت كان المحل كل ده زون واحد. اداني احساس الكوبري ده في المساحه. وعملنا هنا سيتنج اريا. الحقيقه بقى في الاماكن بتاعه الكوميرشال عاده، كمان في الاف ام بي الكلاينتس بيحب يبقى عنده زي هيرو وول او فوتو وول، فدايما بيبقى لازم يبقى عنده حاجه كده اي كاتشي الناس تحب تروح تتصور عندها. فالحقيقه احنا عملنا اكتر من مكان ينفع يتعمل فيه كده، بس دي كانت المين القعده المدوره بالسوينج الهانجد من السقف بالكوت اللي مكتوبه دي احنا الوول دي احنا قاصدين بيها انها تبقى فوتو وول، وفي نفس الوقت الوول دي برضو نفس الحكايه، فاحنا بقى عندنا 3 سبوتس اوف فوتوز ينفع الناس تبقى بالنسبه لهم اي كاتشي جدا. ده اخر زون في المكان، ده الديسبلاي بتاع الايس كريم. هنا عندنا ميلك شيك بار، هيبقى عندنا مكان ميلك شيك، وزي ما قلنا هنا كده برضو نفس فكره البايبس في الاضاءه، والترابيزات دي متعلقه في الحيطه، هي ترابيزات ميتال، والهاند بينتنج اللي بيحكي قصه البرودكتس. ده كده كل الثلاث مشاريع اللي حبيت اعرضها لكم النهارده، وزي ما قلت لكم الشغل اللي ليه علاقه
بالكوميرشال انت بارتنر في المشروع لحد ما المشروع ده يخلص. فنجاح المشروع انت جزء كبير منه، او لا قدر الله فشله. فالتعامل مع الحته الكوميرشال محتاج مذاكره كبيره، من مذاكره برودكت، لمذاكره اكتيفيتي بتاعه المشروع، لمذاكره كلاينت، لمذاكره كاستمر، لمذاكره كومبيتيتورز بيعملوا نفس النوع من الاكتيفيتي. كل ده بيخليك محتاج طول الوقت تبقى بتذاكر المشروع اللي انت داخل عليه، وبيخليك طول الوقت محتاج تبقى اوير بالماركت، علشان كمان ما تلاقيش نفسك بعد ما ذاكرت كل ده بتستخدم ماتيريالز مثلا فراجايل ما تنفعش مع البروجكت اللي انت شغال عليه، مكلفه زياده عن اللزوم، فتخلي البرايس بتاع البروجكت يعلى جدا والكوست بتاعت المشروع تعلى جدا. فانت لازم تحط نفسك مكان الاونر ومكان الكاستمر. مكان الاونر وانت بتديزاين المشروع، انت محتاج المشروع ينجح عشان انت كمان تبقى عملت نجاح، وتحط نفسك مكان الكاستمر لما تبدا تشتغل الديزاين. الكاستمر اللي داخل ده المكان، هو هيتحرك في المكان ازاي؟ عينه هتجيب ايه؟ هيشوف ايه؟ دي كلها حاجات مهمه جدا في شغل الريتيل والكوميرشال. الحقيقه هتلاقوا على البيج عندنا مشاريع كتير جدا كوميرشال. احنا من ساعه ما بدانا شغل من 2014 واحنا تقريبا 70% من المشاريع اللي عندنا كوميرشال وريتيل. بنسبه 75% من المشاريع دي اتس اور اون ديزاينز، احنا اللي عاملين الديزاينز بتاعتها واحنا اللي منفذينها بنفسنا. اتمنى تكون السيشن النهارده كانت مفيده بالنسبه لكم، واكيد حتى لو بعد السيشن اي حد عنده اي اسئله يقدر يبعتها على نفس اللينك بتاع السيشن، وانا هرد عليها. شكرا لكم جدا.